أنا كمان مبسوط يا حبيبتي، الله يخليك. فين الأمهات قاعدين؟ قاعدين بعيد. احنا النهارده الأول كل سنة وأنتم طيبين، يعني تفاصيل حفل اليوم. كل سنة وأنتم طيبين. احنا مش عارفين نقف من الزحمة، الحمد لله ناس جاية من كل محافظات مصر عشان تسعد أهالينا نزلاء مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان. احنا طبعا للي ما يعرفناش، مؤسسه معانا لانقاذ انسان بتنقذ اهالينا المشردين بلا ماوى من الاطفال والسيدات والرجال، وعندنا اكتر من فرع. النهارده اليوم عاملينه بمناسبه راس السنه وسبوع لابننا من دار الاطفال، هنعمله سبوع النهارده عشان يبقى زيه زي كل اولادنا اللي بيتعمل لها سبوع. الناس الجميلة دي كلها موجودة عشان تسعد نزلاء المؤسسة. طيب يعني في البداية احنا عرفنا ان اليوم هو مجرد احتفال تمهيدا لرأس السنة من نضال معانا لإنقاذ إنسان وحضور عدد كبير يعني من الرجال بلا مأوى وأيضا فنانين. مظبوط، في فنانين، في صحافة، في سادة نواب، في شخصيات عامة، في ناس كتير جدا حاضرة، وزي ما قلت من محافظات كتير عشان يسعدوا أهالينا النزلاء. احنا يعني بنودع سنه وبنستقبل سنه جديده وبنتمنى الخير لكل الناس، وبنسلط الضوء على ظاهره اهالينا المشردين بلا ماوى، لان هم في احتياج شديد جدا ان احنا نكون معاهم وان احنا نساعدهم وان احنا نقف معاهم حتى لو بالدعم المعنوي. النهارده كل الناس اللي جايه دي جايه تسعد النزلاء. فكرت ازاي ان انت تكبر اهالينا المشردين ومحدش بيفكر فيهم؟ وكلمنا عن فرحتهم وابتسامتهم الجميله دي معايا. والله احنا بنحاول باي طريقه ان احنا نسعدهم، سواء نعمل لهم حفله، سواء نعمل لهم رحله، سواء نعمل لهم ندوه ثقافيه، بنحاول باي طريقه من الطرق ان احنا نسعدهم، لان ده حقهم علينا وهم يستحقوا الكلام ده. بيقول لك عشان غلابه ما لهمش حق يفرحوا، الكلام ده صح؟ لا لا، الغلبان ليه حق يفرح جدا، وكل الناس اللي موجوده بما فيهم احنا غلابه وفرحانين جدا ومبسوطين. اتكلمنا عن فقرات النهارده والحاجات اللي موجوده النهارده وناخد لفه. النهارده اليوم بالكامل يا جماعه، الجميل كمان في اليوم لو احنا شايفين الكم العدد اللي موجود، اليوم بالكامل مش مكلف المؤسسه ولا جنيه. كل حاجة موجودة هنا هي تبرع من أهل الخير، سواء الفنانين اللي موجودين، سواء الدي جي، سواء الفراشة، سواء عايز أقول حاجة على طول. عايز أقول حاجة مهمة. هتقول إيه يا حسن؟ والله 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 أنا جيت هنا في حفلة في رمضان، وجيت فطرت معاهم، ببص بعد ما أنا مشيت جالي تليفون كان وشهم خير ووش سعد عليا. أيوة. عشان انا بحبهم معاي. وكان جالي حفله فيها لقمه عيش، لغيت كل حاجه عشان حبا للناس دي. أوه. انا بحبهم وبحب الاستاذ محمود وحيد، ان انا شفته قدام عينيا راجل بيعمل خير، فانا بحب الخير لكل الناس. فانا جيت المؤسسه هنا والله العظيم فوجئت، لقيت جالي تليفون من السبكي فيلم بعد الشر اللي هو كليب سطلانة كسر الدنيا، وبدعي للناس دي، الناس دي كان وشها وش السعد، والله العظيم ده اللي حصل. يا مؤاخذة حبيبي، وش السعد عليا ووش الخير عليا. وبقول لأي حد يجي يزور الناس دي، والله العظيم الناس دي وشها خير وشها رزق على كل إنسان. أي حد يجي هنا المؤسسة، مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، والله يجي هنا بقلب هيبقى وش خير ووش سعد. الناس دي وشها خير ورزق على الناس. انت بتعمل ايه هنا دلوقتي؟ وبقول انا مبسوط وفرحان ان انا جنب اخويا الاستاذ محمود وحيد، اللي مبسوط اللي انا بتعلم منه الرحمه، جواه رحمه، بيحب الخير لكل الناس، وشفته بعينيا وهو بيشوف ناس كتير وبيقف معاه ما بيسيبهاش. ايوه، عشان كده انا جايب له مفاجاه حلوه، جايب له الشاعر ادهم الجمال. بس قبل الشاعر، احنا عايزين نسالك استاذ محمود عن تفاصيل اليوم النهارده. ازاي فكرت قبل راس السنه ب 20 يوم انك تعمل الحفله دي وانك تجمع العدد الهائل ده من الناس كلها حواليك، ما بين ناس متطوعين وناس في الدار وناس؟ والله احنا بشكل سنوي بنعمل. انا بجمع اتنين صحابي على قهوه بنفترق بعد دقيقتين. لا احنا يعني عايز اقول لك الناس اللي موجوده هنا موجوده كمان من محافظات
من محافظات اللي جاي من اسكندرية واللي جاي من الصعيد واللي جاي من أكتر من مكان، كلهم جايين هدفهم يسعدوا أهالينا النزلاء. احنا بنعمل حفل رأس السنة كل سنة، وبتكون قبلها بوقت عشان الناس طبعا اليوم بتاع رأس السنة بيكونوا مشغولين، فاحنا بنعملها قبلها أو بعدها عشان الناس اللي عندنا داخل مؤسسة من حقها هي كمان تفرح، ومن حقها تحتفل، ومن حقها تعيش حياة طبيعية زي جميع أهالينا اللي موجودين في اليوم. انت جيت الحفلة النهاردة علي صوتك. انا مبسوط على فكره. ادم دكت الشافي، ادم الجمال الشاعر، بيطلع مع وزير الشباب ومع ناس كتير، ومعايا بقى موهبه كمان جميله من اكتشافي محمد منير. يلا قول لنا بقى، قول لنا. وما ننساش الجميله دي يا جماعه، الجميله دي اسمها استاذ محمود. الجميله دي اسمها ايه؟ فوفه. ايوه سمعنا بقى حته من بتوعك. هو اولا ربنا يجازيكم خير، وربنا يعطيكم على ميزان حسناتكم يا رب، وانتم ربنا يرزقكم على اللي انتم بتعملوه دوت. انا صدق بقى وهنا بيت شعر حلو. هقول لك حاجه بقى لحضرتك استاذ محمود وحيد، بينك وبين المولاي كل الناس بتحبك ليه؟ لما بتروي الورد بيكبر، واما بتزرع خير تلاقيه. يلي بتكبر خاطر غيرك، بتعامل ربك وضميرك، ربك قادر يكبر خاطرك لما تشوف الجنة مصيرك. عايزين ناس طيبة تكون زي عم محمود وحيد، وتكون زي الناس القديمة. الأستاذ محمود وحيد أهم حاجة عشان هو الأساس في الموضوع. وتكون زي الناس القديمة اللي كل حياتها مفهاش غش في غش، ولا كان أبوها جنيه ورش. ونشكر عم وحيد إن هو طلع لنا حاجة جميلة. الله حضن بقى، حضن كبير مسافة بقى. الله 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 الله. ربنا يجزيك خير اللي انت بتعمله. لا لا سحبوا له، سحبوا للشعر الشعر الصغير ده. الله عليك. نسمع صوت بقول يا استاذ محمود وحيد، انت ووالدك الى الامام يا راجل يا همام، دايما ابطال عشان بتحبوا الناس وبتحبوا الخير لكل الناس. وتحيه لكل حبايبي واخواتي، دول اهلنا. وبقول للفنانين والنجوم لازم يجوا هنا يشوفوا الناس الحلوه دي. اقول له ادم الى الامام، لان اكتشافك حسن الهلال اللي اكتشفك. ومعايا بقى محمد منير قصدي، بيغني محمد منير. هنسمع منه حاجه عشان خاطر الاستاذ محمود وحيد. قول يا نجم، قول. يلا قول. احلى استاذ محمود وحيد. اسمع استاذ محمود. اهلا حبيبتي. حبيبتي منوره الدنيا. حاضر اقول لكم والله. بص ما شاء الله ما شاء الله. ايوه هو ده الراجل البركه بقى بتاعنا ده. الراجل البركه اهو. ابو الاستاذ محمود وحيد. يا عم حسن البركه بتاعنا. السلام عليكم. يعني عايزين بقى نكشف حاجه من بتوعك كأب للناس، الناس تعرف على طول الشخصية اللي هي محمود وحيد اللي بينزل. عايزين حاجة ما حدش يعني والله انتوا عارفينه يعني بقى بيحب ياكل ايه؟ بيحب يشرب ايه؟ غلبك في زمان ولا كان شقي ولا ايه؟ لا 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 لا, لا 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 والله كان هادي وكان كويس وكان طوع وكان ميال لفعل الخير من هو في ابتدائي والله. هذا الشبل من ذاك الاسد يا حاج. الله يخليك. هذا الشبل من ذاك الاسد والله. امتى بدات نواياه؟ يعني اللي هو بابا انا عندي فكره عايز اعمل كذا. عايز ده وهو في ابتدائي بيبدا في فعل الخير معايا، لان انا كنت ماسك مدير مسجد التوحيد اللي جنب العماره بتاعتي. ما شاء الله. وكنا بنوزع شنط وبتاع، وبمجرد ما يعرف يوم التوزيع بيبقى هو اول طفل في الاطفال الموجودين عندي في المسجد ويقعد معانا. وكنا بنوزع على اهل المنطقه، ما كناش بنركب عربيات وبتاع. فكل طفل بيشيل له شنطه وشنطتين ويروح يوزع. هو كان بيشيل ثلاث اربع شنط. فدي اتربت على الحمد لله. يعني هو ميوله كلها خير الحمد لله، والحمد لله رب العالمين. اثرت فيه وتاثيره هو في الخير اكتر من تاثيره عليه في الخير، لان هو كان بيحب الخير اساسا. وكان بيمشي كده بيبص على كل حاجه بيلاقي فيها خير بيعملها بدون ما حد يطلب منه والله. ومش كده يا جماعه، دي حقيقه والله شاهد على اللي بقوله. يعني طبعا طبعا ان هو
هو صاحب اكبر دار رعايه حاليا للمشردين في مصر. والله ده اقل حاجه يوصل لها من الخير اللي عمله ومن التعب اللي تعبه، لان تعب وعمل مجهود كبير. ويعني انا في مره من المرات بتصل بيه لقيته بيتصل بيا من مستشفى، انت فين يا بابا؟ قال لي انا في المستشفى مع واحد. فللاسف الشديد المستشفى دي ما كانش فيها سرير فاضي، فكان الاخ اللي واخده معاه نايم على سرير وهو فارش كرتونه ونايم جنبه على الارض. ايوه واخد بال حضرتك، في عز الشتاء وفي عز البرد، وده ما كانش حد بيطلب. وكلنا احنا بندور عليه وبنشوفه فين وبنعرف فين، بنلاقيه في يعني في اماكن خير كلها الحمد لله رب العالمين، غير الشباب خالص، غير الشباب خالص الحمد لله رب العالمين. يعني بس احنا عايزين موقف ضايقك منه. يلا. لا والله ما فيش. بما يرضي الله والله ما فيش. ما فيش. عايز اقول لا والله والله ما في موقف ضايقني منه والله الحمد لله رب العالمين. عايز اقول كلمتين هنا في المؤسسة المطبخ هنا الأكل ممتاز قوي والله. أنا جيت هنا وأكلت من الأكل بصراحة شيفات وبيجيب أحدث ناس والله العظيم، ناس طباخين وشيفات جامدين جدا عشان يعمل لهم أكل ممتاز. اه والله دي الحقيقه حبيب. السلام عليكم، انا دعاء محمد صديق. انا ما شفتش غير من بابا محمود، ما شفتش غير حلو الا من بابا محمود وماما شيماء. بابا محمود ماشي، ماما شيماء والله ما شفت غير كل خير، وانا ببعت له السلام الى رسول الله. والله 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 انا كنت اتزق على كرسي العجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان معايا. لا عم حسن معروف، كان معانا بابا محمود. كان معايا بابا محمود صاحب افيه يعني دايما، كان معايا بابا محمود. فانا بقول لرسول الله، يا رسول الله نفسي تكافئ بابا محمود. راح قال له بيني وبينك يوم القيامه السلام. فانا بقول له انا نفسي يا رسول الله تديله قلبك. راح الرسول الله رد عليا وقال لي، قال لي انا وهو كفيتين في الجنه، وكل واحد بيساعدنا انا وهو كفيتين في الجنه. مش كلام ده، كلام رسول الله. السبوع الاستاذه بتسال من بدري على السبوع. السبوع النهارده هو ابننا عمر. ابننا عمر استلمناه في عمر ما كملش ايام. معقول؟ للاسف الشديد يعني احنا بنستقبل حالات اطفال في عمر ايام، فالاطفال دي من حقها ان هي يتعمل لها اسبوع زي ولادنا كلنا. فاحنا النهارده هنعمل له اسبوع، وهنبدا دلوقتي على طول في الاسبوع مجرد ما نقفل اللايف باذن الله. قبل ما نبدا في الاسبوع انا عايز يعني الحته دي ما تسجلتش عندي بقى. فكره انك الطفل اللي هو ذات يوم وعملت له النهارده الاسبوع، معلش مره ثاني اتفضل مره تاني. عن احنا بيجي لنا اطفال بشكل مستمر عمر أطفال. ايام اطفال طبعا. فمن حقها ان هي تعمل لها اسبوع زي ولادنا اللي في البيت ونفرح بيهم، والناس الجميله دي كلها يعني تحتفل بيه. وبمجرد ما بنقول ان الطفل ده ملوش اهل، كل الناس اللي كل موجوده الناس دول بتبقى اهل. كل الناس بتبقى اهل يوم ميلاده بيبقى نفس اليوم اللي استلمتوه فيه. لا ده بيتحدد من شهادة الميلاد اللي بنستخرجها له فيما بعد. يعني تسليم بيسلموا الطفل. منظر انا حضراتكم كل اهالي جايه تسالك وحابه ان هي تفرح اهالينا المشردين من كل مكان. يعني شايفين البهجه والسرور على وشوشهم. في كمان انشطه ترفيهيه للطلاب. احنا لايف على صفحه شوف ترند، ممكن ناخد منكم كلمه؟ بتعملوا ايه؟ بنرسم. يلا بنعمل ايه؟ النهارده؟ بنرسم. ماشي يا عم، شكرا.